عندي بقى ملف الاهلي عايزه اتكلم مع حضرتك فيه. انا بس هسالك وهسيب لحضرتك بقى كل يعني الوقت علشان تجاوبنا. فكره هنا المباراه الوديه بالامس وبرده رؤيتك لهذا الامر ازاي واللي جاي بقى واحنا عندنا ماتشات محليه، يعني خليني اعرف من حضرتك ولو ممكن نتكلم سريعا برده عن الصفقات الاخيره. اتفضل. اكيد هو الاهلي كان بيلعب امبارح مع بتروجيت، طبعا بدايه الموسم الجديد بيتحضر، عنده مباراتين مهمين جدا، مباراه اللي هي السوبر مع طلعة الجيش وعنده مباراه مع انبي في كاس مصر. فهم عاملين معسكر، كان اول بدايه ماتش امبارح مع بتروجيت وقف على بعض اللعيبه، كان عايز يشوف حاجه معينه. محمد محمود لعب امبارح تالق كان كويس جدا، حسام حسن، كريم فؤاد، عمار حمدي، اسماء لسه يعني جديده وحلوه. لا كان في الاعاره وبالظبط احمد عبد القادر العربي بدر امبارح ظهر بمظهر كويس جدا جدا. عمار حمدي وانا شفت محمد محمود عمل مباراه كويسه جدا واطمنا، لانه اول حاجه بعد الاصابه وقعد فتره كبيره مصاب، فهو المدرب ليه رؤيه في المباراه الوديه. صحيح. بعيد عن نتيجتها، بعيد عن اي حاجه تانية، هو في حاجات معينه عايز يقف عليها بالزبط. عشان تقييم اللاعبين بالذات اللي جايين من الاعاره والناس اللي جايه منضمه ياخدوا يعني ايه مشاركه مع الفرقه. صحيح. في ماتش تاني ان شاء الله مع المقاولين العرب برضو مباراه وديه قبل ماتش الجيش وقبل ماتش انبي. والمعسكر انا شايف اللي هو بتاع هيبقى في اسكندريه، معسكر صغير مش كبير يعني، عشان يخشوا على المباراتين جاهزين. امبارح لعيبه المنتخب المدرب ريحهم تمرين خفيف ولعيبه معينه تانية برضو ارتاحت، وركز على دول اللي هم الصفقات طبعا اللي جايه والاعارات، وشارك الشوط الثاني بعدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي الشباب. تمام. برضو ظهروا مستوى طيب. المباراه في حد ذاتها هو استفاد منها، امبارح كان بيدير مباراه من المدرجات كان بيصور لقطات معينه عشان هو في تقييم للمدير الفني مستر موسيماني غير اي حد. انا شايف الفتره اللي جايه هيبقى في اكتر من عنصر هيخش اضافه للنادي الاهلي، اللعيبه برضو اللي هم الاجانب اللي هم جم اسمه ماكسيوني بيرستاو، دول لعيبه كويسه جدا وهيبقوا اضافه لفرقه النادي الاهلي، بس ان شاء الله ما يندمجوا مع الفرقه. في واحد كان في اصابه جات له كده مفاجاه، ان شاء الله يخش يبقى فورمه بعد كده. ما اعلنش النادي الاهلي بشكل رسمي يعني، بس لا حاجه بسيطه يعني، حاجه بسيطه جدا. انا شايف ان الاستعداد احنا لسه مش يعني المعلومه. طيب على كل حال هي مش اكيد طالما النادي ما اعلنهاش، وحاجه بسيطه اصل اي حد ممكن واحد في التمرين وهو بيعمل احماء بيتصاب. حاجه بسيطه ان شاء الله ان مش مفيش اصابات يعني، ونبدا الموسم كده بارتياحيه بالنسبه للمدرب. بالنسبه للفتره اللي جايه انا شايف ان في اكتر من لاعب، يعني عبد القادر متوقع له انه يخش بقوه، عمار امبارح يعني الناس راضيه عنه جدا في اللي جوه في الجهاز الفني. صحيح. حتى في الاعلام عمل شوط رائع، يعني اشتغل في نص الملعب، عمل حاجات كمان هو في الحاجات الهجوميه مميز جدا، عمل حاجات دفاعيه امبارح تحسب له يعني، كل الناس كانت مبسوطه منه امبارح. نفس الكلام احمد اسمه عبد القادر اللي جاي من سموحه عرا، ده عنده امكانيات عاليه جدا، هيبقى اضافه. حسام حسن لاعب سموحه راس حرب برضه مميز ويدي قوه واضافه للمهاجمين النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله باذن الله الفتره الجايه تبقى كويسه بدايه من المباراتين اللي جايين ان شاء الله باذن الله. كابتن صديق.